الرسائل اللي نوجه من خلال الرسم هي رسائل متعددة. أنا دائما في خلال رسمي نحاول نتكلم عن المشاكل اللي تواجه المرأة الموريتانية في المجتمع، والمشاكل اللي تواجه الطفل، المشاكل اللي يعاني منها المجتمع الموريتاني، المشاكل اللي نحس أنها يستحق حد يتكلم عنها. بداية عادية جدا، بداية كل إنسان اكتشف أن عنده موهبة في الرواية، واكتشف أن عنده رواية يبغيها ويبغيتهم يعدلها. ومن ثم بدأت أنا أصلا نشتغل عليها ونشتغل على رأسي، ندخل مسابقات وندخل الإطار ونقرأ عن الفن ونحاول بلي رواية أنا مهمة عندي، رواية أنا نبقيها أصلا أنا لنفسي. وزايد على ذلك أن أعطاني مولانا إني من أسرة غنية ووالدي فنان، وكنت متأثرة به وزلت أطمح أني نعود أني نتذكر الفن التشكيلي في موريتانيا عند اسم المزونة وللدفع للائحة. نطمح هم اللي يعلن أن نقدر نوصل قصص ونوصل مشاكل ونوصل أمور عن المرأة الموريتانية، نقدر نوصل ثقافتنا.